الأخبار معاكم. في الفيديو ده أنا هتكلم عن كورس التغذية والمقدمة للفود والهيلث من جامعة ستانفورد في أمريكا، تمام؟ الكورس بتقدمه جامعة ستانفورد عن طريق موقع كورسيرا، تمام؟ فأنت لو مش عندك حساب في موقع كورسيرا هتروح للوصف هتلاقي لينك موقع كورسيرا، تمام؟ هتدوس عليه وبعديها هتروح يعتبر في أعلى شاشة خالص على يمينك هنا مثلا، هتلاقي هنا في المكان ده يعتبر حاجة اسمها أو يعتبر خيار كده أو اختيار تدوس عليه اسمه جوين فور فري، هتدوس عليه يعتبر هو هنا في المكان ده لو أنت مش عامل حساب، تمام؟ هتدوس على جوين فور فري، هتدوس عليها وبعديها هتكتب الاسم بتاعك زي ما أنت عايزه في الشهادة وبعديها الإيميل وبعديها الباسورد بتاع حسابك على كورسيرا، تمام. وبعديها تدوس برضو على جوين فور فري وبكده أنت عملت حساب في الموقع. طيب تمام، بعد ما تعمل حساب في الموقع هتروح جاي على الوصف برضو وانا هكون سايب لك لينك الكورس ده على موقع كورسيرا في الوصف برضو، هتدوس عليه وهتيجي شايف قدامك اهو الصفحة دي تظهر معاك اللي هي كورس ستانفورد انتروداكشن تو فود اند هيلث اللي هو كورس التغذية اللي يعتبر مقدمة في التغذية من جامعة ستانفورد. طيب تمام، الانستراكتور هنا هي الدكتورة مايا آدم، تمام أهو، تمام، من جامعة ستانفورد، تمام. وعلى فكرة ليها كورسات تانية كتير برضه هنتكلم عنها، تمام. نرجع خطوة ورا، لما رجعنا خطوة ورا هتلاقي إن كمان الكورس بالإنجليزي أيوه، لكن في ترجمات زي العربي والانجليزي والفرنساوي والاسباني والايطالي، في كمان لغات كتير. احنا اللي يهمنا العربي والانجليزي، الكورس لغة انجليزي وفي ترجمة عربي بتكون في اي فيديو او اي حاجة موجودة في الكورس، تمام. علشان انت تاخد المحتوى والشهادة الاتنين ببلاش بتدوس على financial aid available اللي هي يعتبر المساعدة المالية متاحة. طيب تمام، طب انت لو عايز يعتبر تبدأ النهاردة في المحتوى لكن الشهادة مش هتاخدها بالمجان، هتاخدها مدفوعة لكن المحتوى تاخده مجاني، هتدوس على انرول فور فري، تمام. لما تدوس عليها هتدوس على فول كورس نو سيرتيفيكيت وتدوس على كونتينيو، تمام. في حاجتين لازم تبقى عارفهم. اول حاجة ان لما بتدوس على فينانشال ايد افيلابل وبتقدم عليها ايه اللي بيحصل؟ انت بتقدم في الفاينانشال ايد افيلبل، بتقدم على فاينانشال ايد قصدي اللي هي المساعده الماليه، والمساعده الماليه بيتوافق عليها بعد 10 ايام او 11 يوم، وبعد ما بيتوافق عليها المحتوى والشهاده الاثنين بتاخدهم بالمجان، تمام. طيب في اختيار تاني عندك، ايه هو؟ ان انت ممكن تعمل حسابين في الموقع بتاع كورسيرا، حساب اساسي بتقدم من عليه الفاينانشال ايد اللي هي المساعده الماليه، وفي حساب تاني انت بتعمله، بتعمل ايه من عليه؟ انت بتشوف المحتوى فقط من عليه، تمام؟ يعني بتروح للحساب التاني اللي انت برضه بتعمله يعتبر هو حساب مش اساسي، بتروح دايس على انرول فور فري وهنا برضه فول كورس نو سيرتيفيكيت برضه بتدوس عليها هنا، وبعدين بتدوس على كونتينيو، تمام؟ والحساب التاني ده هو كل مهمته ايه؟ ان انت تبدا في الكورس النهارده، تمام؟ ولما المساعده الماليه في الحساب التاني الاساسي بتاعك توافق عليها بتروح تعمل ايه هناك؟ او الحساب الاساسي بتروح تعمل ايه هناك فيه؟ بتروح يعتبر بتعمل حاجتين، بتمتحن الامتحانات وبتشوف المحتوى تاني، مش بتشوف يعتبر محتوى تاني بالتدقيق، لا، انت في امتحانات بتكون على كل جزء في الكورس بتروح حللهم تاني، تمام، او يعتبر ممتحنهم تاني وبعديها في الاخر تاخد الشهاده بتاعت الكورس، تمام. فانا بقول لك ايه اختيار او يعتبر بقول لك حل، بدل ما انت تستنى 10 ايام لما تبدا في الكورس انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تعمل حاجه هي ايه؟ انت هي انك تعمل حساب تاني، والحساب التاني ده تعمل ايه فيه؟ تروح سامع المحتوى من عليه، وبعد كده انت ايه هتروح سامع المحتوى من حساب معين اللي هو الحساب التاني اللي انت يعتبر مش اساسي اللي هتعمله، والحساب الاساسي اللي هو يعتبر انت اساسي ليك، بتعمل ايه من عليه؟ بتعمل المساعدة المالية او الفينشال ايد، يعني لما بتقدم عليها وبتتقبل بتروح داخل عامل ايه؟ شايف المحتوى بسرعة كده يعني دايس عليه بس عشان انت اكيد اكيد كنت سمعته قبل كده، والامتحانات بتعديها يعني بتمتحنها وبعدين في الاخر بتطلع الشهادة ليك، تمام. فده حل، بدل ما انت تستنى 10 ايام على ما تبدأ فيه، لا انا عايزك النهاردة تبدأ في الكورس عشان تستفاد، تمام. تمام، كويس خالص. دلوقتي احنا عايزين نقدم على المساعدة المالية اللي هي الفينانشال ايد، هتعمل ايه؟ هتدوس على فينانشال ايد افيلابل،
من بعديها هتدوس على continue to the application. ومن بعد كده تعمل ايه؟ بتعمل بتختار هنا some college اهي او college degree، تمام عادي، دوس على some college. بعدين هنا اكتب صفرين، وهنا اختار جنيه مصري، يعني انزل كده هتلاقي جنيه مصري او ايجيبت يعني اهو، تمام. وبعدين هنا بتختار student اللي هي الحالة الوظيفية employment status. بعدين هنا دي إجابة لسؤال معين بيقول لك إيه reason you're applied for aid، يعني ليه أنت أساساً مقدم على المساعدة، أنت ليه بتطلب المساعدة. فالإجابة دي أنا هسيبها لك في ملف هحطه لك على جوجل درايف، تمام. هتروح للوصف في لينك درايف، تمام، موجود في الوصف، تمام. هتروح دايس عليه موديك الملف، هتروح محمله ونقل منه كوبي وتحط هنا بيست في الموقع، تمام. فالإجابة دي أنت بدل ما تكتبها وتتعب فيها، لا أنا كده كده معمولة وجاهزة، تمام، وهتحطها بس أنت إيه تعمل لها كوبي بيست، لا أكتر ولا أكتر ولا أقل يعني. بعديها تعمل إيه؟ هتدوس على I have reviewed my information and everything is up to date، يعني كل حاجة يعتبر متحدثة. هتدوس هنا على المربع ده، بعدين تدوس next. من بعديها هنا بتروح تعمل إيه؟ دي حاجة مهمة خالص. بعدين بتعمل إيه؟ أنت بتروح ماسح 20 دي، تروح مسح 20 دي انت هتمسحها، بعدين تكتب ايه؟ تكتب صفر او صفرين، هي هي، تمام. هتخلي ايه؟ انت كده دلوقتي خليت المؤشر عند صفر، لازم يكون عند صفر، تمام. من بعديها هتروح هنا بيقول لك ايه الجولز، ايه الاهداف اللي انت اساسا عايز توصل لها لما يعتبر ايه الكورس ده تاخده، الاهداف دي اقول لك. الاجابه بتاعت السؤال ده انا هديها لك برضو، تمام. وبرضو انا بقول لك ايه الطريقه اللي انت عايز ايه انت تجيب بيها الاجابه دي، يعني الاجابه دي انت هتختلف من كورس الكورس. طيب تمام، ازاي اجيبها؟ طيب انا لو انا مثلا مش موجود مش هديها لك، او ما فيش قدره ان انا مثلا اديها لك، طب انت هتجيب الاجابه منين؟ اقول لك، هتروح شات جي بي تي، هتكتب goals of studying goals of studying of a of Stanford introduction Stanford introduction to food and health، تمام. هتكتب كده وبعدين تكتب كلمة كورس، تمام. فبيقول لك ايه هنا؟ اهداف مذاكرة او دراسة الكورس ده، تمام تمام. هتدوس هنا وهيكتب لك شات جي بي تي اجابة، تمام، كويس خالص. ان دلوقتي هتروح تمسكها وتروح ايه انت حاططها في ال ايه انت المكان بتاع الاجابه نفسه، تمام، كوبي بيست، تمام، كويس خالص. انت كده جبت الاجابه، تمام. طيب تمام، دي انا ليه بعلمك الطريقه دي من شات جي بي تي؟ ليه؟ علشان انت ممكن تلاقي مثلا كورس غير ده وانت عايزه، تمام. فبدل ما انت تتعب وتكتب اكتر من 150 كلمه في الاجابه، لا انت تروح شات جي بي تي وتجيب الاجابه وتحطها، تمام. واكيد اكيد شات جي بي تي هيجيب الاجابه ويكتب اجابه يعتبر مقنعه اكتر. طيب تمام، بعديها هتروح تعمل ايه هنا؟ هتروح تدوس على المربع ده والمربع ده، وبعديها دي حتى ماما خالص، هتروح ناقل الجمله دي هنا، ناقلها كوبي وبعدين حطها هنا بيست. والغلطه اللي بيقع فيها ناس كتير، ما تدوسش مسطره، بيبقى قال لك ايه؟ قال لك في ايرور، في مشكله كده، لازم تمسحها. طيب وكمان ما تكتبش نقطه، تعرف انت لو كتبت نقطه برضه نفس الكلام حصلت مشكله. فانت لازم تكون ايه؟ لازم تكون العلامه اللي هي يعتبر بتختفي بتظهر دي بتاعت الكتابه، لازم ايه انت لازم تكون ايه انت لازم تكون لازقه في حرف الاي بتاع ابف، تمام تمام. بعدين بتعمل ايه؟ بتدوس على المربع ده بتاع اي ام نوت روبوت، تمام. بعدين بتعمل ايه؟ بتدوس على ريفيو، حلو. طب بعديها تنزل تنزل تنزل، تدوس على سبميت ابلكيشن، اللي هو انت بتحفظ تقديمك او بتقدم تقديمك بتاع ايه؟ بتاع المساعده الماليه الفينانشال ايد، تمام، كويس خالص. هتدوس هنا سبميت، الموقع بيحمل اهو. دلوقتي انت سجلت في الفينانشال ايد، فبيقول لك سكسس، يعني نجحت ايه انت التقديم بتاعك على الفينانشال ايد، المساعده الماليه بتاعت الكورس ده، تمام. فبقال لك ايه؟ قال لك قبل يوم 5 سبتمبر 2024 انا هوافق لك على فرنشال ايد، تمام. فقبل 5 سبتمبر انت فرنشال ايد هتبقى متوافق عليها وهتروح تبدا في الكورس، وشايف المحتوى بتاع فيديوهات وكمان امتحانات وحاجات
حاجات بتبقى مكتوبه او ملفات بتنزلها، وبعدين في الاخر بتمتحن امتحان. تمام. وهنا في كورسيرا في حاجة كويس، ان الكورس متقسم لميديولز او يعتبر وحدات او اجزاء، وكل جزء عليه امتحان مصغر، وكل ما انت بتمتحن امتحان فيهم ايه انت او بتمشي في كورس انت برضه بتمتحن تاني وبتشوف محتوى تاني وبتتعلم، وفي الاخر بيبقى فيه امتحان اجمالي على الكورس كله بتمتحنه وبعدين بتاخد الشهادة. تمام تمام. وبرضه زي ما قلت لك في الحل بتاع ان انت تعمل حساب تاني يعتبر ايه انت مش اساسي ليك، انت بتعمل ايه منه؟ بتعمل حاجة واحدة، بتشوف المحتوى من عليه تمام لا غير. تمام. وانت لما بتشوف المحتوى وتخلصه، وبعد ما المساعدة المالية او الفينانشال ايد بتتقابل في الحساب الاساسي بتاعك، بتروح تعمل ايه؟ بتروح يعتبر ممشي او شايف المحتوى بسرعة كده، بتروح محدد ان انت مثلا سمعته تمام عشان انت اساسا سمعته تمام، وممتحن الامتحانات واخد الشهادة في الاخر. تمام. فبقول لك الحل ده عشان ما تستناش كتير على ما تبدا في الايه في الكورس. تمام تمام. كويس خالص. شكرا خالص ليكم، ربنا يكرمكم ان شاء الله. مع السلامه. لازم افكركم ان انتوا لو مش في جروب ساينتفك ريسيرش اوف بي تي لازم تدخلوه، لانه بيتنشر عليه كورسات مجانيه في مجال البحث العلمي لطلبة ودكاترة العلاج الطبيعي، وكمان بتنشر فيه فرص المشاركة في يعتبر تيمز خاصة بالبحث العلمي في مجال العلاج الطبيعي، وكمان فرق بحثية ومجموعات بحثية، وبتعمل أبحاث علمية عن موضوعات معينة في مجال العلاج الطبيعي. تمام. وبرضه بتنشر فيه فرص المشاركة بأبحاث علمية في مؤتمرات سواء في مصر أو بره مصر. تمام. وكمان بتنشر فيه المصادر والمعلومات المهمة عن مجال البحث العلمي في العلاج الطبيعي. تمام. فانت لو مدخلتوش الجروب، لينك الجروب في الوصف بتاع الفيديو، ادخل الجروب وان شاء الله تستفادوا.